وإلى أخبار محترفين في الخارج، كشفت صحيفة ديارو جول الإسبانية عن رغبة قوية من نادي بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لخلافة الهولندي أريان روبن. وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح بات الهدف الأول للعملاق البافاري الذي يسعى للاستفادة من إمكانياته الفنية والبدنية العالية لسد الفراغ الذي قد يحدثه رحيل روبن عن قلعة أليانز أرينا بنهاية الموسم الحالي، سواء للعب في الدوري الصيني أو القطري. وكانت تقارير بريطانية تحدثت عن وجود رغبة شديدة من مسؤولي ريال مدريد للتعاقد مع صلاح في الميركاتو المقبل بعد تألقه اللافت للنظر مع الريدز هذا الموسم وتسجيله 30 هدفا في مختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية. أوقعت قرعة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي ليوروبا ليج لكرة القدم التي أقيمت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب الوسط المصري محمد النني في مواجهة نارية ضد إي سي ميلان الإيطالي. وستقام مباراة الذهاب يوم 8 من مارس المقبل على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 15 من نفس الشهر على ملعب الإميريتس في العاصمة البريطانية لندن. وكان الجانرز قد تأهل لهذا الدور من عمر اليوروبا ليج رغم خسارته أمس على أرضه أمام أوستراسوند السويدي بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ 32، وذلك بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة. وشارك النني مع أرسنال في مباراة الأمس كأساسي وقدم أداء جيد ليحصل على 6.9 درجات بحسب شبكة سوفا سوكر العالمية. يستضيف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في 7:30 مساء اليوم الجمعة مواجهة مثيرة تجمع بين فريقي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المصري محمود عبد المنعم كهربا ونظيره الشباب الذي يلعب له عمرو بركات المعار من النادي الأهلي، وذلك ضمن أطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. ويدخل رفقاء كهربا اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، خاصة في رغبة خطف بطاقة التأهل من نصف نهائي الكأس، خاصة أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره. أشاد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي بإمكانيات النجم المصري حسين الشحات قبل مواجهة الشارقة غدا السبت ضمن منافسات الجولة 17 من عمر دوري الخليج لكرة القدم. وقال ماميتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أعلم جيدا إمكانيات حسين الشحات، فهو قدم مستوى جيد خلال المباراة الأسيوية عندما لعب كظهير أيمن وأراه قدم مردودا جيد، وأنا تابعته عندما كان يلعب في نفس المركز بالدوري المصري. وأضاف حسين الشحات: لاعب جيد ويمتلك مهارات عالية ولديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز في الملعب.